بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم في جروب خبراء التقنية وجميع الجروبات التي يصلها هذا الاستعراض، وهو استعراض التطبيق تطبيق جميل جدا حقيقة عجبني أنا، اللي هو تويت أقل. كيف فكرة تويت أقل هذا؟ أنا عندي مثلا نص أبغى 140، لكن فيه حركات وفيه له هذا، إذا حطيته بيطلع 177، فلازم أضطر أروح أمسح الحركات وحطه في الملاحظات. هذا مجرد ما تحط النص في التطبيق بيمسح لك، بيخليه 140 حرف. طبعا هو حاط لك مثال، الحين دخلنا على التطبيق الآن، نصين حاط لك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحده وجد قلوبهم، وإذا مسافة قليت مسافة عليهم مسافة آياتهم مسافة زادتهم مسافة إيمانا مسافة وعلى مسافة ربهم مسافة يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. طيب طبعا 167 167 الحروف اللي فيه 167 تشينج اللي هو انك تغير النص يصير بدون حركات. مسح تمسح النص اللي فوق اللي هو حاطه مثال وتحط انت نص من عندك. حقل النص هذا اللي بينزل فيه النص اللي فوق بيصير 140. طيب نشوف الحين تشينج تغيير خلاص يفك لك على طول على التغريده. طيب احنا نخرج شوي نشوف وش سوى لنا. ناقص 27 ناقص 27 حرف مسافة 41 41 الآن مسح ناقص 7 انما ناقص 27 ناقص 27. طيب مسح مسافة نزل لك النص هنا طبعا نقص هو 41 الين ما نقص لك 41، بدل ناقص 27 صار 41 حرف متبقي على اساس انه تكتمل 140. طيب سوي له تويت مثلا تطلع اللي اول اللي دوبنا كنا عليها تغريده. طيب سوي له نشر حبل نص جاري التحرير انما مسافه المؤمنون مسافه خلاص الان شال الحركات تقريبا. سوي له نشر. هذه فكره البرنامج، برنامج سهل جدا يعني، انا بس حبيت استعرضه، هذا ليس شرح. طيب في هنا هوم، ايش هو الهوم هذا؟ خش عليه الرئيسية. تطلع لك التغريدات اللي في حسابك. سوري انما المؤمنون الذي رفض واضح اني صدقت نفسي HTT رفض اذا دخلت السر لن ينمن عن بندنا لله لم رفض تعال وهنا بندر صباح الخير يا قهوة الدافئة لم انام ليلة البارحة جيدا لانك وضعت الكثير من الكافيين داخل مشاعري. الله اكبر عليك. على سعودية يد مصر رقم غدا خط افقي بصورة HTTP بندر النوم فراء ساحر ضمير مرتاح على الخير تصبحون HTTPS هذا بالنسبة للتطبيق اللي هو تويت اقل. أتمنى أن يوفقت في الاستعراض. تم الاختيار Stop. ورابط البرنامج بعد المذكرة.